مساء الفل. بنتكلم لسه عن الإمام الشافعي. الشافعي بقى وقت أن قدم إلى بغداد كان في 34 من عمره، 34 سنة، ولما نجاه الله من الرشيد تفرغ لدراسة العلم والفقه عن محمد ابن الحسن الشيباني صاحب أبي حنيفة، واستوعب الشافعي فقه العراق، وبذلك اجتمع له فقه الحجاز الذي يغلب عليه النقل، وفقه العراق الذي يغلب عليه العقل، وهكذا استفاد من أئمة الفقه في المنقول والمعقول. يعني أخذ فقهين تقريبا عكس بعض، استفاد منهم الاثنين. يقول ابن حجر في ذلك، واحد اسمه ابن حجر، يقول ابن حجر في ذلك: انتهت رئاسة الفقه بالمدينة إلى مالك ابن أنس، فرحل إليه اللي هو الشافعي يعني، ولازمه وأخذ منه. وانتهت رئاسة الفقه بالعراق إلى أبي حنيفة، فأخذ عن صاحبه محمد ابن الحسن، فاجتمع له علم أهل الرأي وعلم أهل الحديث، فتصرف في ذلك حتى أصل الأصول والقواعد، وأذعن له الموافق والمخالف، واشتهر أمره وعلى ذكره وارتفع قدره حتى صار منه ما صار. كل ده يا جماعة بالعلم، عنده قدرة على الدراسة والتعلم من كل الاتجاهات، النقل والعقل والأصل والقواعد والأراء وعكسها. الحقيقة العبقرية في الإمام الشافعي في حبه للعلم. أخذ الشافعي عن محمد ابن الحسن الحديث والرأي ببغداد، وكتب ما أخذه حتى حمل عنه، بقى يتقال قال الشافعي يعني، وكان يجل أستاذه ويثني عليه، وكان محمد ابن الحسن يكرم تلميذه الشافعي ويفضل مجلسه على مجلس السلطان نفسه. نكمل بقى على بقية الحدوتة بعد الفاصل إن شاء الله. قبل الفاصل كنا بنتكلم عن محمد ابن الحسن وعلاقته بتلميذه الشافعي، وقلنا إنه كان بيفضل مجلسه على مجلس السلطان نفسه. يروى بقى إن محمدا اللي هو محمد ابن الحسن خرج راكبا إلى دار الإمارة اللي فيها السلطان، ورأى الشافعي قد جاء، لقى الشافعي وصل عند بيته، فثنى رجله ونزل وقال لغلامه: اذهب فاعتذر. فقال له الشافعي: لنا وقت غير هذا. قال: لا، وأخذه بيده فدخل الدار. يعني قال له: أجي لك وقت تاني طيب؟ قال له: لا. بعت الولد اللي عنده قال له: روح اعتذر للمعاد بتاع السلطان، وقال له تعالى، خده من إيده ودخل بيه باب البيت. كان الشافعي يناظر أصحاب محمد ابن الحسن، يقفوا في مناظرة ويدافع عن مذهب أهل الحديث وفقه الحجاز، وكان لا يناظر محمدا نفسه أبدا إجلالا لمكانة الأستاذ. ولكن محمد ابن الحسن أبلغوا أنه يناظر أصحابه، فطلب إليه أن يناظره، فاستحيا الشافعي، اتكسف، قال له: لا، ما ينفعش أناظرك أنت، إزاي يعني؟ وامتنع، وأصر محمد أنه ابن الحسن أنه يناظر الشافعي، فنظره مستكرها يعني، وهو مش
مش عايز خالص، إنما كان الانتصار للإمام الشافعي، يعني ناظر أستاذه. المناظرة يعني اللي بنسميها بالإنجليزي ديبيت، زي الحلقات بتاعت السياسة كده، بنخش لبعض النقاش. فلما نظروا عملوا مناظرة مع بعض، انتصر فيها الشافعي على أستاذه محمد ابن الحسن. عاد الإمام الشافعي إلى مكة مرة أخرى وأخذ يلقي دروسه في الحرم المكي، والتقى به أكبر العلماء في موسم الحج واستمعوا إليه. وفي هذا الوقت التقى به أحمد بن حنبل صاحب المذهب الحنبلي، الذي سئل عن الشافعي فقال، بصوا قال إيه، جملة جميلة أوي: لقد من الله به علينا، لقد كنا تعلمنا كلام القوم وكتبنا كتبهم حتى قدم علينا الشافعي، فلما سمعنا كلامه علمنا أنه أعلم من غيره، ولقد جالسناه الأيام والليالي فما رأينا منه إلا كل خير رحمه الله. ده دليل على إن ابن حنبل كان عايش لما الإمام الشافعي توفى. كان ابن حنبل كثير التردد على مجلس الشافعي يحل مقامه ويحتفل به، وحدث أن ركب الشافعي يوما حماره فمشى ابن حنبل إلى جانبه وهو يذاكره. يعني ابن حنبل مشي جنب الحمار اللي راكب عليه الشافعي، والشافعي بيذاكر له أو بيشرح له يعني. ولما علم يحيى بن معين بذلك عاتب ابن حنبل على فعلته هذه، فقال له ابن حنبل: لو كنت في الجانب الآخر من الحمار لكان خيرا لك، يعني يا ريتك كنت ماشي الناحية التانية كنت سمعت الكلام واستفدت بيه. في عام 195 قدم الإمام الشافعي بغداد ومعه أصول الفقه وقواعده الكلية، فأقبل عليه العلماء والمحدثون وأهل الرأي، فأخذ يفيض عليهم من علمه، وكان له بالعراق تلاميذ وأتباع، وعرف مذهبه. أول مرة يتعرف مذهب الشافعي كان في بغداد، عرف مذهبه واشتهر بمذهبه. يعني في بغداد أصبح هناك ما يقال عليه مذهب الشافعي. خلصت الحلقة، نتقابل بكرة إن شاء الله في حلقة أخرى.